يونس محمود، حسن ضحوي، وصلاح جوش. هؤلاء هم العسكريين، وهناك عسكريين آخرون سوف يتم التحقيق معهم ونقدم كشف لاحقا بأسمائهم، والتحري هو الذي سوف يكشف المزيد من العسكريين الذين قاموا بالانقلاب. فلم يقم هؤلاء فقط بالانقلاب، بل كان معهم عسكريون آخرون، نجري حصرهم الآن عبر الجهات العليمة بهذا الأمر، وكل هؤلاء الناس سوف يتم التحقيق معهم. هناك مدنيون خططوا وشاركوا في هذا الانقلاب، على رأسهم علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، عوض أحمد الجاز، علي كرتي، إبراهيم غندور، علي الحاج، إبراهيم السنوسي، غاقي صلاح الدين، مهدي إبراهيم، أحمد عبد الرحمن، عبد الرحمن إبراهيم، صابر محمد الحسن، أحمد إبراهيم الطاهر، عبد الرحمن الخضر، أمين بناني، الزبير محمد الحسن، أمين حسن عمر، حسن عبد الله الحسين، إبراهيم أحمد عمر، حسين خوجلي، إسحاق أحمد فضل الله، عثمان كبر، عثمان خالد مضوي، الحاج آدم ساطور، الطيب مصطفى، عبد الرحيم حمدي، وآخرين أيضا أساسا سراج الدين حامد وغيره. يتعلق بالأحداث التي حدثت بعد 1/7، من 1/7 إلى الآن. أما نحن الآن في بلاغ متعلق في يوم واحد، يوم 30/6/89. ذهبنا إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال وقدمنا له العريضة التي أحالها إليه النائب العام، وبعد دراسة كاملة منه وافق على فتح البلاغ تحت المادة 96 الفقرة ألف والمادة 96 الفقرة جيم. والآن البلاغ تم فتحه بالفعل، ويبدأ التحري قريبا إن شاء الله. ونحن هنا يعني بنطلب من الأجهزة التي تستولي على السلطة الآن أن لا تسمح لأحد من المتهمين بالهروب خارج هذا البلد، كان عبر المطارات البرية أو الجوية أو خلافه، وكل من يساعد في هذا نعتبر أنه قد ساعد في تهريب متهم في جريمة كبرى كهذه الجريمة. لهذا من هذا المؤتمر الصحفي أنا أحذر أي جهة أيا كانت أن تتستر على أي من المتهمين الذين هم الآن متهمين في بلاغ رسمي قامت به السلطة النيابية كاملة. نحذر من المساعدة على تهريب أي من هؤلاء المتهمين، ونحن حريصون كل الحرص على أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة لا تدين بريئا مطلقا. فإدانة شخص بريء يعني أمر كريه مرفوض، خصوصا من رجال قانون نحن نمثلهم. العريضة تقدم بها 4 من المحامين، هم شخصي علي محمود حسنين، الأستاذ تيسير الحبر المحامي غير موجود الآن، الأستاذ كمال الجزولي موجود على يساري، الأستاذ محمد الحافظ موجود الآن على يميني. نحن الذين تقدمنا بهذا، والأمر ليس حكرا علينا، وإنما سينضم إلى هذه المسيرة عدد كبير من شرفاء المحامين يتابعون هذا الأمر. هذا ما أردت أن أقوله لكم، والشكر جزيل لكم. شكرا أستاذ علي محمود حسنين. فرصة تعالى أن تحل الأستاذ كمال الجدولي المحامي يفصل، وهو صاحب خبرة وتجربة وسابقة، كان ممثلا في حالة الاتهام التي كانت قد وجهت الاتهام للمدبرين انقلاب مايو الذين أشرفوا والذين خطفوا والذين رتبوا، ومن ثم من تلك السابقة ويبني على هذه الواقعة الحالية. تفضل أستاذ. شكرا جزيلا، شكرا أخي عبد الرحمن، شكرا جزيلا. أنا ليس لدي ما أضيفه إلى ما أفاض فيه أستاذنا علي محمود، شكرا جزيلا. إلا إذا كانت إجابة على أسئلة يمكن أن أشارك فيها. شكرا أستاذ كمال الجدولي. مولانا محمد الحافظ. والله تفضل. أستاذنا علي محمود لم يترك
شاردة أو واردة لو سمحت. أستاذ علي مولانا حمد حافظ مولانا الأستاذ علي محمود وهو معروف أنا ألقبه بشيخ المحامين السودانيين حقيقة، لم يترك شاردة أو واردة في شرح ما نحن بصدده الآن. طبعا كما ذكر هنالك فيض من البلاغات الجنائية يمكن أن يغيد ضد الطغمة الزائلة أو بدءا من الرئيس المخلوع لغيره من أدواته في كبت الحريات، اغتيال الأفراد. هنالك بلاغات كثيرة جدا يعني تحتاج إلى عدد كبير من الإخوة المحامين وكلاء النيابات، ونحن الحقيقة نتمنى أن يكون هنالك استغلال حقيقي للقضاء، يكون هنالك استغلال حقيقي للنيابات حتى نستطيع أن ننجز هذه المهمة، لأنه الدائرة الخبيثة ما كان لها يعني أن تدور في السودان عبر سنوات طويلة إلا لقلة أو لانعدام الشفافية والمحاسبة. ولذلك مثل هذه المحاكمات يمكن أن تؤسس لديمقراطية راسخة في أرض السودان، ديمقراطية ظللنا نحلم بها طويلا. ولذلك إحنا قدرنا أن هذا هو البلاغ الأم، لأن كل المصائب التي أعقبته كانت نتاجا له، أن الذي يسرق السلطة حتما يبيع السودان، يقتل أهل السودان، يسفك الدماء، يستولي على الأموال، السرقات، حجم الفساد الذي سمعنا به والذي لم نسمع بعد، كل ده خلانا إحنا نبدأ بفتح هذا البلاغ باعتباره هي الواقع الأم والتي ترتبت عليها كل الآثار التي تعلمونها. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، كان هذا المؤتمر الصحفي من الخرطوم لهيئة الاتهام ضد مدبري انقلاب الإنقاذ 30 يوليو 1989. إذن مشاهدينا نصل إلى ختام هذه تغطيتنا المباشرة، نلقاكم على رأس الساعة في نشرة مفصلة في أمان الله. عندما نضطر للهرب هكذا وصفت منظمة الطفولة العالمية أوضاع قبل 40 عاما لا يترك مكانه هو عندما نحاول إسكات الصوت يعود